ليس عندنا أغلى من النبي، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا النفس التي بين جنبي ليست أغلى من النبي. كانت رؤيته متعة، تعرف كم يكلف النظر إلى صفحة وجهه الكريم؟ نظرة واحدة تعرف تسوي كم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي حباً لي رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو أنت ملياردير وعندك من الولد ألف، تتمنى أن يكون هذا أجمع ثمنا لنظرة واحدة إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا صليت خلفه؟ وكيف إذا نظر إليك؟ وكيف إذا خاطبك؟ ليس هناك جيل أبدا أفضل من جيل الصحابة، لأنهم كانوا أشد الناس بلاء، وأعظم بلاء وقع بهم أنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب. يا من رفعت الأنجمان، اغفر لمن جاز الحما، اغفر لمن جاز. أنا أعلم أن الملايين من أبناء المسلمين عندهم هذه العاطفة، ولكنهم لا يعرفون كيف ينصرون الله ورسوله. فاعلم أنك لا تستطيع أن تنصر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كنت محبا. في ذاك روحي يا رسول الله.